بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أبنائي الطلبة، دمتم بكل خير، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاءنا اليوم مع درس جديد من دروس مادة الاجتماعيات، ودرسنا اليوم بمشيئة الله هو بعنوان الزراعة في بلاد الكويت. ولما اتكلم عن الزراعة في بلاد الكويت، كلنا يا ابني طبعا يعرف أهمية الزراعة في العالم بأكمله. ولما اتكلم عن الزراعة أو مهنة الزراعة في بلاد الكويت، لابد في البداية أن أنا أتعرف على مهنة الزراعة، حيث كانت توجد هناك مناطق زراعية في الكويت قديما، منها طبعا قرية الجهراء وجزيرة فيلكة والفنطاس والصباحية. هذه المناطق كانت من ضمن المناطق التي يوجد بها الزراعة في دولة الكويت. طبعا يا أبنائي، جميع المواد الغذائية تنتجها لنا الأرض الزراعية من فواكه وخضروات وغيرها الكثير اللازم لسد احتياجات الإنسان. وكل هذه الأشياء طبعا بتأتي إلينا عن طريق الزراعة. تعالوا نتكلم عن الزراعة في دولة الكويت. أولا، ولنا نعرف يا أبنائي أن الزراعة انتشرت هذه الحرفة بشكل محدود في دولة الكويت، حيث اعتمد الزراعون على مياه الأبار في ري مزروعاتهم، لأن طبعا كلنا نعرف يا أبنائي أن دولة الكويت دولة تقع ضمن نطاق الإقليم الصحراوي، الذي طبعا يتميز بارتفاع في درجة الحرارة وقلة الأمطار والمياه والجفاف، وطبعا ده بيعوق عملية الزراعة. وهذه الأسباب طبعا جعلت الزراعة محدودة في دولة الكويت، حيث أن البيئة الصحراوية التي تتميز بها دولة الكويت طبعا جعلت الزراعة محدودة فيها. ولكن بالرغم من ذلك، طبعا كانت هناك مجموعة من الخضروات كان يقوم الكويتيون بزراعتها، ومن أهم هذه الخضروات اللي هي الحبوب كالقمح والشعير والبرسيم. الصورة اللي أمامي بتوضح طبعا أنواع المزروعات التي كان يقوم الكويتيون قديما بزراعتها. ومن أهم الأشجار التي انتشرت انتشار كبير في دولة الكويت هي شجرة النخيل، وتعتبر شجرة النخيل من الأشجار ذات الانتشار الواسع في الكويت قديما. والصورة اللي أمامي طبعا بتوضح شجرة النخيل اللي كلنا نعرفها طبعا، ومنتشرة في جميع أنحاء دولة الكويت. طبعا شجرة النخيل كان لها الكثير من الفوائد، ومنها طبعا يستفاد من سعفها لتغطية سقوف المنازل، كان يستخدمون زعف النخيل في تغطية سقوف المنازل، وكانوا أيضا يستخدموا جذوعها في مواد النجارة والبناء، وطبعا ثمرها اللي هو التمور، وهي من الأشجار المحببة لدى الكويتيين.
وتعتبر منطقة الجهراء من أكثر المناطق زراعة للنخيل قديما، زي ما أنت شايف أمامي، اللي هي طبعا كانوا يستخدمون سعف النخيل طبعا في تغطية سقوف المنازل كما هو واضح بالشكل أمامي. كانوا يستفيدوا طبعا من جذوعها في مواد النجارة والبناء، وطبعا كانت ثمراتها اللي هي التمور طبعا بجميع أشكالها من الصورة الواضحة أمامي طبعا، اللي هي ثمرات التمور. وأهم منطقة طبعا يا أبنائي لزراعة النخيل قديما هي طبعا منطقة مين؟ منطقة الجهراء، اللي هي أكثر المناطق زراعة للنخيل قديما. تعالوا بعد كده يا أبنائي نتعرف على أدوات الزراعة قديما. إيه هي الأدوات التي كان يستخدمونها الكويتيين في الزراعة؟ طبعا هناك الكثير من الأدوات التي استخدمها الكويتيون قديما في الزراعة، ومنها أولا زي ما انت شايف معي طبعا الزبيل كما هو واضح أمامي في الشاشة، أيضا الصخين وهي طبعا أداة للحفر كما هو واضح أمامي، أيضا من أهم الأدوات الجدوم بالشكل الواضح أمامي، أيضا المخيول، وطبعا المخيول طبعا هنا هو عبارة عن دمية توضع في المزارع لإبعاد الطيور عن المحاصيل الزراعية. المخيول طبعا يا شباب دمية كانوا بيضعوها طبعا وسط المزارع حتى لا تستطيع الطيور الحصول والتغذية على المحاصيل الزراعية. وأيضا هناك طبعا المحراث وغيرها من الأدوات التي كان يستخدمونها في الزراعة قديما. بعد كده أبنائي تعالوا نتعرف على هذا النشاط طبعا من خلال الصور التي أمامي طبعا، واحد التمور، اثنين الحبوب الورقيات، وأيضا الطماطم طبعا كما هو واضح أمامي في الشكل. بعد كده تعالوا نتعرف على خريطة دولة الكويت. أولا نضع علامة على منطقة الجهراء، علامة المربع على منطقة الجهراء بالضبط كده تمام، لمنطقة الجهراء التي طبعا اشتهرت بزراعة النخيل قديما، جزيرة فيلكة، أيضا منطقة الفنطاس، وهي طبعا من المناطق الزراعية في دولة الكويت القديمة. طبعا الصباحية أيضا من أهم المناطق الزراعية في دولة الكويت قديما. طبعا يا شباب قلنا أن أشجار النخيل كان يستعمل جذع النخل في مواد النجارة ومواد البناء وفي الوقود كحطب والسماد. أيضا ثمار أشجار النخيل وهي البلح والتمر تستخدم في علاج الكثير من الأمراض. أيضا تستخدم الثمار في صناعة السكروز والدبس وغيرها كما هو واضح أمامي، وطبعا كله اللي هو فوائد شجرة النخيل. المصدر الرئيسي الذي اعتمد عليه الكويتيون قديما في الزراعة طبعا هو طبعا ايه، هو الآبار.
لأن طبعا زي ما تكلمنا يا ابنائي أن حرفة الزراعة انتشرت بشكل محدود في دولة الكويت، وكان المزارعون يعتمدون على الأبار في ري مزروعاتهم. وبكده يا ابنائي نكون انتهينا من درسنا اليوم اللي تكلمنا فيه طبعا عن الزراعة في دولة الكويت. أتمنى لكم المزيد من التوفيق والنجاح. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أن نلتقي في درس جديد في الحصة القادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.